بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع المشاركين في توازن وركشوب أوشا باينري، واختصاره تواب أور توب XI55 30s أو 55,000. نستضيف اليوم أيضا توازن، نستضيف معنا اليوم السبت توازن وركشوب ليفرج اوبورتونيتي ران اوي ادمن لورا. طبعا التي دبليو مستمره، فنعتبر لورا تطبيق ابلكيشن. فتطبيق لورا تحت توب، يعني توب فلنقل خبرات 50 سنة SME instructors، فهذا الوركشوب نفسه. يعني زيادة العدد في مجال الإكسبرت وفي مجال لورا. طبعا لورا تطبيق ممكن يستمر الوركشوب 4 أسابيع أو 5 أسابيع، يعني في الخامس أسبوع يعتبر اكتمل الابليكيشن. طبعا معنا مؤسس لبرنامج لورا، ونستطيع انه نقول اعضاء لورا في الوركشوب يكونوا من الطالبات الهندسة والعلوم السياسية والطب والقانون الدولي، يعني تخصصات عالمية. طبعا رن اوي، نشرح رن اوي، يعني من لديه التخصص العالمي من النساء لو خرجوا، يعني هربوا من المكان اللي صعب يخترقوا، يعني يسبب لهم إحباط. نضرب مثال، مهندسة تخرجت في مجال الهندسة من مصر، فلو حبت تساهم
في تطوير سواء قطاع خاص أو قطاع عام، فما في مجال. يعني المتخرج الجديد ما له مجال في التطوير، ولو حبت تعتمد على نفسها برضو ما في مجال، سواء في الطب، في الهندسة، في القانون، في كذا، لأنه هذه التخصصات فيها قوة، قوة نظام. وكثير من الدارسات في هذا التخصص واجهوا صعوبات حتى يعني يكملوا، فهم يحبوا التحدي، وعندهم طموح، فيتكون عند عدد كبير منهم الرغبة في أنها تبدأ من مكان تاني غير بلده. وكثير منهم يتمنى يهاجر، يعني يكون نفسه في بلد تانية، وحتى لو ما بدأ كمهندس يعني يبدأ حياته من جديد، يعتمد على نفسه. كثير يسموه هروب، ولكن لو نظرنا بمنظار حاجة الشخص نفسه وحريته، بالعكس هذا يعتبر شجاعة. رن أوي أدمن، يعني تكوين إدارة لتنظيم هذه الحركة التي قد تكون الآن نسبتها 1 في 10,000، لكن تنمو. يعني مثلا لو في 10,000 خريجة من التخصصات اللي عندهم طموح، مش دخلت التخصصات الصعبة زي الطب والهندسة، لأنه هذه التخصصات معروفة، والعلوم السياسية وكذا والقانون الدولي، إنه فيها صعوبة. يعني نفس الجامعة ما تحب تخرج أحد، يعني يتعب الطالب، فمعلوم هذا عند نفس المتخصصين في هذه التخصصات، يعني في معاناة. وفي عندهم صعوبة إنهم لو وقفوا مثلا بعد سنة ثالثة يعتبروا فشلوا، يعني هم ما يحبوا يكونوا فاشلين. يعني معظم اللي يتركوا من السنة الأولى، يعني خلى السنة الأولى شاف الموضوع صعب سحب، غير تخصصه أو سحب. لكن لما يعدي سنة تانية وتالتة صار عنده تقريبا 60% من المواد أكملها، يكمل، وحتى لو تأخر في التخرج. طبعا هو كمل كمضطر، يعني بعد ما يكمل خلاص عنده الشهادة ممكن يشتغل أي شغلة، ما عنده مشكلة. حتى الطبيب يعني، بس مو في بلده. يعني في بلده تعتبر مشكلة أخرى، يعني أنت درست طب وتتخرج وتشتغل مثلا في المبيعات،
فهنا نقول المجموعة دي موجودة في كل بلد، فيحتاج لها إدارة، لأنه لو خرجت هذه المكافحة ولا استطاعت أنها تحقق هدف من أهداف حياتها وخرجت من البلد وتعرضت لصعوبات ومشاكل برا بلدها، قد إيش تندم وتخسر، والمرأة ضعيفة يعني تستغل، تعتبر نايف يعني بريئة. فهنا تكوين زي الاتحاد زي البرنامج لأخذ الضمانات لما تريد إنها هي تهاجر للبلد. طبعا أي بلد تستطيع هي تنتقل من بلد لبلد تاني تحت المظلة، مظلة البرنامج. طبعا نحن الطرح هذا شغالين يعني على تكوين البرنامج لورا مع الرائدة المؤسسة للبرنامج الفائزة بلورا، لأن هي أول واحدة عندها الجرأة إنها تساعد الآخرين. طبعا تقرر إنه $400 التسجيل لمدة الشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى القرار، حتى يتم عمل إجراءات السفر والضمانات. طبعا تقرر كذلك تكون قطر أول بلد نسعى لها، وذلك لمناسبة كأس العالم، لأنه في إيفنت وممكن في الذهاب 3 أشهر بتذكرة كأس العالم، يعني بعد شهر أو شهرين. وإن شاء الله يبدأ البرنامج، ونريد من المشاركين معنا في خلال هذا الأسبوع إن نحط الخطة لبداية برنامج لورا في قطر، واحتمال إنه يتسجل في قطر آلاف، خاصة أثناء كأس العالم كثير من الراغبين في التسجيل تحت برنامج ليديز أوبورتونيتي ران أواي أدمن، يعني هم صحيح هاربين من الوضع القاسي من الوطن. طبعا حددنا انه يكون 5 سنوات الالتحاق بهذا البرنامج، الالتحاق بهذه المظلة، مظلة الحماية، يعني زي المنظمة، يعني زي أوشا أدمن، لكنها برايفت وجميع ال يعني مثل الثيرد بارتي، يعني ممكن في مستثمرين يأيدوها آلاف يستثمروا فيها لأنه فيها عوائد.